طيب انا عندي كلمه بسيطه يعني اسمحوا لي. تأذنون او لا تأذنون؟ كلمه حساسه بس اذنوا لي يا اخي. في شغلات شغالين علي. انت ما تحب البدون، ابي واحد فيكم بدون يوم من الايام حس اني انا قلت له يعني ها كلمته مو زين ولا شيء لانه بدون او ليش ما احبه. اصلا يا اخوان يكون بعلمكم انا ما اسال واحد انت بدون ولا كويتي، اتحداكم واحد يقول انا سالته انت بدون انا مو بدون. جعل الله بينك وبينه، اذا جعل الله يعني ماذا كيف افعل انا لاحق الناس حقه قلتوا عن الكلام هذا؟ وين ادركهم؟ من قاعد يقول الكلام هذا؟ هل كلام حرام ولا يجوز واتهام بالباطل؟ نحبه في الله ونبغض في الله، ما علي انا ايش جنسيته وايش جنسه. احنا نسافر برا نعمل دروس حق الناس امريكان وسود وبيض وامريكا. عشان امريكا اللي بنغالي واللي فلسطيني واللي مصري واللي هندي واللي فيتنامي واللي امريكي اشقر واللي امريكي اكثر واسود. ما نقول حق احد انت ايش جنسك، احنا نريد ان ندعو الى توحيد الله الى السنه. ايش دخلني انا ايش جنسه وايش جنسيته ولا حصل جنسيه ولا ما حصل جنسيه؟ ولا اسال احد اصلا انت بدون ولا ايش جنسيته. هذه الدعايه هذه ما تجوز، حرام. اللي يسمع يا اخوان اي واحد يتهمني بهذه التهمه ها لي حق عليكم ان تذبوا عني جزاكم الله خير. ابدا والله ما عندي هالسالفه هذه، لان بدون يقول انت ما تحب البدون. اعوذ بالله من هذه التهمه. هذا اولا. ثانيا يقول انت ليش ما تتكلم عن قضيه البدون؟ طيب لماذا اتكلم عن قضيه البدون؟ ترى احنا يا اخوان من ميزتنا ان ما تدخل في كل شيء. بعض الناس ما عنده لا دعوه ولا علم ولا عنايه بالتعليم ولا عنايه بدعوه التوحيد، بس يصايح في المشاكل هذه حتى يجمع الاصوات، حتى يجمع الناس حوله، حتى يقال عنه. يا أخي إذا أنا ما طلب بقضية البدون ما بدون، أنا قاعد أدرس التوحيد واهتم فيه. خذ التوحيد يا أخي. لو كنت أنا مقصر في الكلام في قضية البدون، بعدين يا أخي هذا ليس من شأني. هذا ليس من شأني أتكلم في هذا الموضوع. وما أدري إيش خلفيات هذا الموضوع. هذا له ناس مسؤولين أمام الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. يجنسون ما يجنسون، أنا ما لي علاقة في هذا الموضوع. ولا يجوز يا أخي أقول للناس تعال جنس أو لا تجنس. وعطني واحد أنا وقفت قطعت رزقه قلت لا تجنس، هذا أنا ما دخلت في الموضوع، هذا ما لي علاقة فيه. وقد يجنسون من لا يستحق الجنسية، وهناك من عنده جنسية لا يستحق، يشرك بالله. أنا الأمر بيدي، أنا أجنس أهل السنة، أجنس الموحدين وأسحب جنس المشركين. أما جنس على عماتها من يستحق ومن لا يستحق مو صحيح، ولا تدخل في هذا الموضوع. فهذا كل موضوع يتكسب من وراه ناس يرشح نفسه مش عارف ايش، يبي حاجات يقعد يقول بدون مظلومين. هذه ناحية. ناحية ثالثة يا اخوان، اللي الله سبحانه قدر عليه وهو بدون فليحمد الله انه مسلم، انه موحد. اعطاك الله على الايمان الاسلام، والله اعطاك الله شيء عظيم محروم منه. كم من البشر اكثر اهل الارض يقص قصا ما يقول لا اله الا الله، ما يقدر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ترى رب العالمين يقول في كتابه إن الإنسان لربه لكنود. كنود قال يعد النقم ولا يعد النعم. أعطاك الله نعم، أعطاك الإسلام، أعطاك الصلاة، أعطاك حب الله ورسوله، تشهد أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، أعطاك الله سمعا وبصرا فؤادا. أعطاك أعطاك أعطاك، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. كثير من الناس يا أخوان ما يذكر النعم. ترى النعم أعطاك الله بدون لا تسأل. أنت طالع من بطن أمك سألت الله السمع ولا البصر ولا لا، أعطاك الله. بدنك هذا فيه أجهزة تشتغل، اذهب المستشفيات شوف الناس، اذهب الناس شوف، انظر وسائل الإعلام ما في خبر يفتح النفس، كله قصف، كله تفخيخ، كله مقتل، كله جرحى، كله تشريد، ناس تغرق، ناس ما تجد طعاما، ناس تشردت نسائهم، ناس تشرد أولادهم. عافاك الله من كل النقم هذه، مبتلى بأنك بدون تنسى نعمة الله. لا يا أخي، بعض الناس يقول يا أخي ما عندي وظيفة ولا عندي. يا أخي اشتغل اشتغل. ايش معك تشتغل؟ ليش البنغالي يشتغل؟ ما شنو يشتغل؟ المصري يشتغل؟ اشتغل اي شيء، مو عيب مو عيب. شفت اللي عندهم جلاسة هذول الكويتيين؟ ترى اشتغلوا كل شيء، والله الذي لا يعلم. أنا ترى أبوي رحمة الله شاي وعلمني، أدرك زمن الناس الفقرانة. الناس اللي كان يدفن مقابر، يدفن الموتى على حساب الخاص، ما في بلدية تعطي معاش،
يقول لي أصبح الصبح إيش يقول؟ يا الله يا رب رزق عليك مو على غيرك. ود إن كل ما ماتوا أكثر كل ما اشتغل اليوم. يعني إذا ما في موت اليوم الناس قليلين كانوا، يعني ما في شغل. صوروا. وفي ناس يشتغل إيش ينظف القلبان القليل، ها؟ ويغسل السطوح، ما في حمامات متوفرة مثل اليوم. فالناس تقضي حاجة وين؟ فوق السطح لما تضرب الشمس هذا، بعدين يجي واحد ينظف. يجي العمى كويتي اللي صار عنده عائلة ولد فلان، كان أول عمى، هذا العمى شو يسوي؟ ينزل الجليب، لأن الجليب ظلمة، عمى ما يحتاج، ينظف الجليب ويصعد، يروح السطح يشيل الوسخ اللي فوق يحطه على راسه بزبيل ويمشي. تيش يقولون؟ الكويت، لأنه جناس الحين عيالهم. يقول حط الخرى على الراس ولا حاجتك للناس. الحين ما وصلنا بدون انك قاعد تحط يا اخي اشتغل اي شيء. اقول يا رب لا تعلق قلبك بالناس ولا تعلق قلبك بالجنسيه. الناس يا اخي لا يكون يا اخي الله جعلك مسلما. ترى النعمه اذا ما شكرت الله عليها ممكن تسلب منك. والله دائما اقول الحمد لله الذي هدانا. دائما اقول الحمد لله نحن في امن وامان. انا جاني واحد مصري وقال لي انا اسلمت وانا كنت قبطي واسلمت ومش عارف ايش، يبي يطلب فلوس ومعه ورقه اشهار اسلامه. كان يقول والله ثلاث ايام ما اكلتش. قلت له لا شوف من ساعه ما تعاطف معاك دخلت الاسلام ومش عارف ايش واهلك عادوه، بس قلت لي ثلاث ايام ما اكلت هذه ما تضبط بالكويت والله. ها ايش رايكم؟ والله ما في بالكويت ثلاث ايام واحد ما ياكل. اصفط اي عرس، اصفط اي، استغفر الله والله العظيم. قلت لا انا عندي مطبخ والله لا تسافر من الكويت او تموت، كل يوم روح اكل فيه ما دام مطعم. ما. روح هذا التصريح يقول لا كل يوم روح لك. يجون الناس من برا سيلام من الهند كذا تلقاه معصقل ما يرجع الا مكرس. وربي اكثر بلد فيه الناس يسوون تكميم ما تكميم. تدري في ناس ما تاكل؟ تدرون في ناس يا اخوان مو لاقين اكل في بلاد موجود الآن اللي تحت القصف والمخيمات، الناس تموت برد ما عندها شيء تتدفى فيه. أنت كم الله كم فضلك الله على خلقه تفضيله كم؟ لا تنسوا نعمة الله يا شباب، وإن كنتم بدون وإن كنتم ما عندك لا تنسوا. حتى العمرة والحج ما أروح الحمد لله، ترى الحج والعمرة ترى لما استطاع عليه سبيل. يعني لو واحد يقول أنا عمري ما زكيت ما عندي فلوس أزكي، من قالك؟ يعني من قالك إنه يجب عليك أن تزكي؟ شوف الزكاة ركن أركان الإسلام، وهي ثلاث أركان الإسلام قبل الحج، صح؟ ممكن يعيش الإنسان يموت ما زكى ولا مرة. لما؟ لأنه مش مطلوب منك شرع أنك تجمع فلوس وتحطها رصيد وتبلغ النصاب ويحول عليها الحول حتى تخرج الزكاة، مش واجب عليك. ثم من قال لك أن كل مسلم على وجه الأرض يذهب الحج والعمرة؟ ترى أندونيسيا فيها كم مليون؟ ها ساعدوني كم؟ 250 مليون مدري كم، كلهم يروحون حج عمرة؟ لا. افريقيا نيجيريا فيها 220 مليون، مش عارف ايش ملايين ومليان المسلمين يروحون. انت يسر الله لك حج وعمره، ما يسر الله لك يا اخي واجب عليك. لا تعقد نفسك لانك بدون. احمد الله انك مسلم، احمد الله انك بخير ونعم، احمد الله انك بصحه وعافيه. يقول واحد قال حق واحد يتامل هالعمارات هالقسايم كذا، يقول حق صاحبه احنا وين يوم تقسمت الارزاق؟ يوم كل شيء رخيص، يوم ما شرينا ذاك الوقت. قال تعال. قال وين؟ قال تعال ودى المستشفى. قال احنا وين يوم تقسمت الامراض هذه على هالناس؟ والله انا اذكر واحد ذاكره في ذاكرتي والله يا اخوان. قال تكفى يا ابو سعد تعال معانا بس شوف الاسوي هذا. رحنا على المستشفى، اذكر حتى فلان اسمه فلان المطيري والله اذكر اخوان. والا هذا من قلب سيارة بحادث ومنكسر عند العمود الفقري شلل رباعي. سبع سنوات صار له على الفراش، سبع سنوات. قال من سبع سنين وأنا حالتي بعد العلاجات وطبيعي ما طبيعي وكذا، الآن يقول شوف إبهامه بالرجل بدأ يحركه شوي. قال هذا اللي وصلت لحد الآن. قال والله أتمنى أني أقوم مو عشان أتزوج ولا عشان أتوظف ولا عشان، بس عشان إذا قضيت حاجتي أنظف نفسي بنفسي، بس هاللي أتمنى. أنت يا البدون وصلت المرحلة هذه؟ قاعد تأكل تشرب تروح تجي السمع والبصر. لا تكفروا نعمة الله يا إخوان. ترى في ناس بس تشوفه يذكرك بالفقر، بس يشتكي بس يشتكي بس يشتكي والله عظيم. وفي ناس سبحان الله من كثر ما يحمد الله
تلهج معه أنت بذكر الله وحمد الله. هذا ترى حتى البدو يقول حي يحييك واحد كل إحنا يجيبك كتاب والله يخليك تكفر نعمة الله. واحد يقول الحمد لله يا أخي إن جاء الرزق هذا الله كاتبه، وإذا ما جاء صباح الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يقول من سننه في خلقه لئن شكرتم لأزيدن. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.